اخ يا اختي نازان، ما بيسوى تعملي بحالك هيك مشان هذا الشيء. وانت كمان علقتي بهذا البيت مثل ما علقت انا. بتتذكري وقت سالتيني من كم يوم وقلتي لي ليش ما عم تروحي على وان؟ ليش شهنور خانوم عم تخلينا نروح؟ مشان الله سامحيني، اصلا انت هي اللي فيكي بكفيكي. يلي بيدخل لهذا البيت بينحبس. انفدي بحالك وهربي. وهي وصلت المنقذة تبعي. نعم نازان.